ليس مجرد المايسترو، ليس مجرد الساحر شيكابالا. شيكابالا بالنسبة لجمهور نادي الزمالك هو المعشوق. شيكابالا هو بالنسبة لجمهور نادي الزمالك هو الأيقونة. شيكابالا بالنسبة لجمهور نادي الزمالك هو السحر. هو السحر. لو كان في كرة القدم المصرية الآن ساحر فهو شيكابالا. شاء من شاء وأبى من أبى. شيكابالا الهدف الأسطوري اللي أحرزه في مرمى محمد الشناوي، والهدف الأسطوري وبنفس الطريقة وبنفس السيستم وبنفس الشكل وبنفس الأداء وبنفس الطريقة في علي لطفي، بيقول لك إن مهما كانت درجة إن أنت بتدافع كويس أو بتأمن كويس أو بتدافع أو بتحاول تقفل كويس، هو شيكابالا لما يحب يعدي يعدي، ولما يحب يهدي يهدي، ولما يحب يجيب الجول بيجيب الجول. ده شيكابالا. شيكابالا اللي ما بيحبش شيكابالا واللي بيهاجم شيكابالا لو كان في النادي الأهلي ويرتدي القميص الأحمر للنادي الأهلي أو تيشيرت النادي الأهلي، هل هكذا سيكون الهجوم على شيكابالا؟ من يهاجمون شيكابالا هم من يكرهون شيكابالا، ومن يهاجمون شيكابالا هم من يكرهون الفن الممتع والإبداع. شيكابالا ده بالنسبة لي أنا وأنا بتفرج عليه زي الكابتن محمود الخطيب لما كان لاعب. أقول لكم على سر، لما كان الكابتن محمود الخطيب في كرة القدم يلعب وأنا أشاهد أهدافه كنت أصفق. أنا وأنا طفل صغير وأنا بتفرج على الكابتن محمود الخطيب، أنا زملكاوي طول عمري بس كنت بعشق، لأن أنا كنت بشوف أجوال الخطيب، وكان التلفزيون المصري كان بيجيب أجوال الخطيب كتير جدا، أكتر من أجوال كابتن حسن شحاتة وأكتر من أجوال أي نجم آخر. أنا بقول لكم الصراحة، حتى أجوال طاهر أبو زيد ما كانتش بتتذاع زي أجوال طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي كان في التوقيت دوت ما كانش ليها مثيل. دي حقيقة. أجوال محمود الخطيب في الكورة المصرية وفي تاريخ الكورة المصرية، عايز تمتع عينك اتفرج على شكل الاجوال اللي بيجيبها الكابتن محمود الخطيب في التوقيت ده وفي الزمن ده. واحد يقولي كانت الكورة بطيئة، واحد يقولي كانت الكورة سهلة، واحد يقولي كانت، انا ملياش دعوة، ولكن انا كنت بمتع عيني بجوال محمود الخطيب، وعمري ما انسى ما حط ايده على وشه وهو بيجيب الجول في الفريق التونسي، اعتقد سنه 85 او 84 اعتقد، مستقبل المرسى، هدف تاريخ وهدف اسطوري. ده حاجه كده بسيطه من حاجات محمود الخطيب، والجول اللي في عتوقه والجول اللي في افريكا سبور حدث ولا حرج. ان كان في النادي الاهلي اسطوره فهو محمود الخطيب، وان كان في نادي الزمالك اسطوره فهو شيكابالا. هتقول لي يا احمد يا جمال، هو انت هتقارن الخطيب بشيكابالا؟ هقول لك بمنتهى الوضوح وبمنتهى الجرأة وبرغم اي هجوم هتهاجم بيه، نعم انا اقارن ما بين شيكابالا وما بين محمود الخطيب. ان كان الخطيب اسطورة في كرة القدم فشيكابالا عزيز المشاهد اسطورة في كرة القدم. ان كان الخطيب بالنسبة لجمهور النادي الاهلي واسطورة الاساطير في كرة القدم، فشيكابالا بالنسبة لنادي الزمالك وجمهوره وطبقا لمواصفاته الغير عادية في تاريخ الكرة المصرية هو أسطورة نادي الزمالك في كرة القدم. نعم، الخطيب هو أسطورة كرة القدم في النادي الأهلي، وشيكابالا هو أسطورة كرة القدم في نادي الزمالك. ولو جمهور النادي الأهلي بيتفاخر بالكابتن محمود الخطيب المحترم الخلوق النجم الكبير رئيس النادي الأهلي، وله مني كل الاحترام وأنا أقدر هذا الرجل كثيرا جدا، إن كان هو أسطورة النادي الأهلي، فأنا بقول من هنا ورايح يا جمهور نادي الزمالك، عليكم أن تلقبوا شيكابالا بأسطورة نادي الزمالك، واكتبوها يا فريق العمل المبدع عندي في البرنامج علشان يبقى احنا أول برنامج قلنا ده الأسطورة شيكابالا. قولوها زي ما أحمد جمال بيقولها، الأسطورة شيكابالا. الأسطورة محمود الخطيب عند جمهور النادي الأهلي، الأسطورة شيكابالا عند جمهور نادي الزمالك. واحد هيقول لي أنت بتقارن ده بده، أقول لك حاجة واحدة بس في المقارنة. هتقولي تاريخ، يمكن الكابتن الخطيب عمل أجوال كتيرة جدا 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 حلوة، أحرز بعض البطولات مع النادي الأهلي، بس يمكن الكابتن محمود الخطيب يمكن لم يشارك
في كأس العالم. حاول كثيرا وكان ممكن يرجع ايام الكابتن جوهري، كان في كده كلام انه ممكن يخش القائمه كتكريم ليه كاسم كبير جدا في عالم الكره المصريه سنه 89، بس الموضوع كان بعد اعتزال الكابتن محمود الخطيب، ولسوء حظنا كمصريين ان الكابتن محمود الخطيب لم يشارك في كاس عالم، هو والكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاته والكابتن اسامه خليل والجيل العظيم جدا اللي كان موجود وقتها في الكره المصريه، وكابتن علي ابو جريشه وكابتن حمدي نوح واسامي كثيره جدا كانت موجوده، كانت مواهب ماليه العالم، مواهب ماليه الكره المصريه، بس ما حصلش ان احنا لعبنا كاس عالم بقياده الكابتن محمود الخطيب.